حياة قنديل سمراء السبعينيات اللي عرفناها وحبيناها من أول طلة ليها. هي عندها دلوقتي 71 سنة، اتجوزت من الممثل فكري أباظة اللي هو أخو الفنان الكبير رشدي أباظة. أنجبت من فكري أباظة بنتها الوحيدة الشيماء، ودي صورة بنتها، وده أحد الظهور لبنتها مؤخرا. قررت تبتعد عن التمثيل والمجال الفني بعد زواجها من فكري أباظة، وبعد وفاة زوجها الفنان فكري أباظة يوم 18 نوفمبر سنة 2004 ما ظهرتش في أي وسائل تلفزيونية. قدمت في مشوارها الفني أكثر من 40 فيلم، منهم فيلم اذكريني قدام نجلاء فتحي، وأيضا فيلم إمبراطورية ميم مع فاتن حمامة. آخر أعمالها فيلم وادي الذكريات سنة 1981.